السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي، شو بتقمو؟ حضرتك نادي خانو؟ أي نعم. أنا من طرف لمعات. يو، سلام قولا من رب رحيم. ليش لمعات خانو بعد عايشة؟ إيه، سات عايشة. لك مو قالوا أن انمسكت وانعدمت بعيد الشر عنها؟ إشاعات أختي، إشاعات. الحمد لله على سلامتها، يعني تبرت من هالتهمة الباطلة؟ أنا جاي لعندك من شان هيك. أيوة. هدول مصاريف مؤقتة، بتسلم عليك لبعات وبتقلك معية الله من ثم معيتك براءة. أيوة. وبالنسبة للتكاليف لا تاكلي هم منوب. إن شاء الله خير يا أخي، أنا رح أعمل كل جهدي، بس خليني أشوف هالخانم وأفهم منها. لك لا، شو تشوفيها؟ ما حدا بيعرف وينها. يو، لكن كيف جنابك عرفت أنها بعد عايشة؟ عن طريق شخص ثالث. أيوة. وكل ما عجلتي بالسيرة لا تتأذحابك. إن شاء الله خير يا أخي. مشي، وأنا كل بين فترة وفترة ببر لعندك. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. متكارمة كتير هاللمعات خانو، لقوا على قولة زلمها لسه الخير لقدام. مو قليلة منوب هاللمعات خانو، وعلى هالعماية اللي عاملتها مثل ما سمعنا كان لازم تنعدم من لحظة ما نسكت. شلون بدي أقنع وحيد يدخل بقضيتها ويخلينا نكسب من وراها هالخيرات؟ يعني اسمها الفرصة جاية وجاية. إيه، بزمتي وديني، بزمتي وديني، بحال بقي وحيد متعاند ومشرف لي حاله، أنا لحتى أدخل بقضية لمعات خانو. يلا يلا يا أهل البيت، يا أهل الدار، يا هلا ورحب، يا هلا ورحب بضيوف الرحمن. يا هلا بالمهلي. هلا فيكي يا بنت الكرام. الكرام للكرام يا ابن رجاوي، تفضلوا. هلا هذا بيت الحاج نوفل الطبراوي؟ إيه بالله، وصلت، حياك الله. الله يخليكي يا رب. طيب الحاج نوفل موجود بالله؟ لا بالله ما هو موجود. تفضلوا تفضلوا يا ميت هلا ورحب، تفضلوا. يا هلا ورحب. يلا يلا تفضل يا اخو. كتر خيرك. يا هلا. تفضل يا اخو، انت قهوة. سلم ايديك. تفضل. زيد فضلك. يا هلا ورحب. ان شاء الله دايمي. بالهنا. ما قلتينا يا بنت الحلال. تفضل. الحاج نوفل وين موجود؟ بلحق اللي يكتف الخضار، ما يطول يعاود. على خير إن شاء الله. يا هلا ورحب، خذوا راحتكم، أمانة الدار داركم. ولا يهمك. يا هلا يا هلا، كتر خيرك. يا هلا ورحب. أبو حميد ما شاء الله، وكان شو هالبنت هي؟ إيه والله، خزات العين وشها مثل الملائكة. أحمد، إيه قلتك في خبر عن عمي أبو طالب؟ قول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. ومن بكره نادي خانو رح تبلش تنبش قصة لمعات بالمحكمة. شلون؟ فهمني. بدون ما اقول لك شلون. المهم الامور ماشية مثل ما بدنا وزيادة. وانا لعيونك. بس لازم تفتح مخك منيحة، ولازم تعرف انه هي القصة ما بتتكرر معنا حتى بالاحلام. اللي هي شريك. لمعات والمالكانات والبيوت والحوانيت. اخي انا سبق وقلت لك، انا من ايدك هاي لايدك هاي، المهم الحس اصبعتي من هالسيرة. لحسيت اصبعتك بتاخذها من هالشوارب. مدام هيك انا مستعد اعمل يلي ما انعمل. معناته اتفقنا، بس بدي منك شغله. لما بنجتمع انا وياك مع لمعات بدي منك تأيدني بكل شيء بقوله، لانه انا بدي فهمها انه الشغله مو سهله. اعتبر هالشيء صار. وبدك تدير بالك كثيرها، لانه لمعات بنت حرام بتقرا حجر العين. ها انا اللي بعرف هالشيء. طالما بتعرف بدنا نلعبها صح.
لعيونك. والله إذا بدنا نلعبها صح نصير فوق. يلا يوبا يوبا. علامش يا بنيتي. يعطيك العافية. الله يعافيك. يوبا جانا ضيوف على الدار عنك. يلا حيهم. يا هلا يا هلا يا هلا. هلا فيك يا عم. يلا حيهم. يا هلا من ملفاكم لملقاكم. بالمهلي يا عم. حياكم والله. تفضلوا عزيزة. تفضلوا. يلا حيهم. يعني عم الحاج انت ما سألتنا نحن من وين وليش لحتى اجينا لعن جنابك. لا يا وليدي ما حبيتها من كبد. شو هي هيني ما حبيتها عمي؟ احنا العرب ما نسأل غير لبعد ثالث يوم يا وليدي. شو هالحكي هذا عمي؟ يعني عمي نحن حنبقى عند حضرتك 3 ايام لحتى تعرف ليش اجينا لعندك؟ ايه يا وليدي. حليمة سمي بالله واذبحي للضيوف. عمي الله يوفقك. قبل الذبح وقبل الضيوف ما بدك تعرف نحن من وين اجينا؟ ليش اجينا؟ شو بدنا؟ ايه عمي عمي لازم تسألنا. قلت لكم من قبل حنا من عاداتنا ما نسأل بعد ثالث يوم. ايوه على خير ان شاء الله. خير عمي ان شاء الله دايمة. علانكم زيدوني طويلين العمر. والله انا من ناحيتي يا عمي ما عاد فيني حط بتمي لقمة اساسا. انا بالذات بحياتي ما اكلت مثل هذا الاكل. الله يسلم ايديك يا رب. بالهنا والشفا. حليمه يا وليدي طبريه كلها ما حد يقدر يجيب لقمتها بكلنا ساوين طبريه. واضح عمي. اكيد عمي اكيد. عمي انا بدي احكي معك بموضوع. تفضل يا وليدي. عمي مشان موضوع الثلاث ايام اللي حكيت لنا عنه. علامهم ثلاث ايام. يعني انا قصدي عمي هدول الثلاث ايام ما في مجال هيك نختصرهم شوي بس هالمرة ونحكي لك ليش اجينا لعندك. ودك يقولون عن الحاج نوفل الطبراوي انه خالف العادات والتقاليد؟ عمي على راسي من فوق انت والعادات والتقاليد كلياتها. في مجال بس هالمرة نستثني هالحالة هي. والله العظيم ورانا اشغال واعمال. لا يا وليدي ما يجوز ابد. ما اختلفنا احمد. الحكي اللي عم تحكيه فهمته. الجماعة ما في منه وبينحطوا على عينه على الراس. بس نحن ما لنا حاسبين حسابنا نضل 3 ايام عنده. يا سيدي ونبقى يومين ثلاثة زيادة شو صاير علينا؟ بالعكس هي فرصة لحتى نتملى من هالعيلة الظريفة. وكل الله احمد. شو بك يا زلمة؟ نحن داسين بساطهم للجماعة. انت عم ترمي على البنت انا فهمان عليك. شو حكيت؟ عم اقول لك بس انه العيلة ظريفة. شو غلطت انا؟ طيب هات لشوف. شو قصدك من الحكي اللي حكيته؟ هدول الجماعة ما في معهم مزح بهالقصص هي. أنو قصص وأنو دواوين يا رجل؟ شو عيب ولا حرام إذا قلت لك إنه العيلة والبنت حلوين وزراف؟ طيب اسمع في مجال هلأ تشيلنا من هالقصة وتخلينا بشي اللي نحن جايين كرماله؟ شو محمد؟ كأنك غرت. غرت؟ لا ما غرت. أنا قصدي إنه مو وقت هالحكي هلأ. كأنك أنت كمان عجبتك البنت؟ أنا؟ إيه أنت. إن شاء الله مفكر إني ماني منتبه عليك كيف عيونك عم تلاحق وين ما راحت وين ما إجيت. أحمد يستر عليك إمنا من هالسيرة بقى. خلينا هلأ نقوم ننام بلكي بكرة عمك الحاج الطبراوي بيفرج عنا وبيعرف ليش إجينا لعنده. إيه؟ الهيئة ما راح يخلينا نروح لحتى يمضوا الثلاث أيام. بعرف إذا هالحكي مزبوط؟ مصيبة هاي. لك يا أخي أنت ليش مسميها مصيبة؟ بالعكس في أحلى من هيك سيران في ومي وش حلو. أحمد كرمال الله لبقى تجيب سيرة البنت بهالطريقة. هلأ بسمحوك. قول لحالك الحكي. أنا فايت نام. ضرب الخناجر ولا حكم النادل بيا هو سايق عليك النبي هون متى تدفني بين القبور الخضور وتزور يوميا هولولا ليكم يا أهلي هولا جي أنا البيت أشسي على ركبتي
وكحال عيونه أو هلا على بزنا عيني يا مولاي أو ضرب الخناجر ولا ما شاء الله كان على هالصوت. يا صباح الخير. يا صباح القشطة والزهور. صباح الخير. يا هلا ورحب. شو وينو عمي الحاج؟ مالنا شايفينه؟ بالحقل يكتف الخضار والفاكهة لجلكم، لكنها بصراحة بصراحة زعل منكم بحق. زعل مننا؟ خير إن شاء الله. ما هو بقى يصحي بيكم صلاة الفجر وانتم ما صحيتوا. والله ما حسيت أنا. حاكل علينا بس تعبانين من مبارح. راحت عليكم صلاة الفجر اللي تساوي الدنيا وما عليها. والله أنا ما حسيت. والله ولا أنا، مو إجينا تعبانين مشان هيك. على كل حال حسابكم عند الحاج نوفل، ترى هو أبد ما يتهاون بحدود ربنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما فعليكم، خلاص خلاص ما تزعلون، تصلونها قضى إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يلا جاي ما أحضركم الفطور. يكتر خيرك يا رب. يا صباح الخير.